اليوم جاي عبالي محاشي. لا انتي لانش بوكس. لانش بوكس. لا لا ما بدي لانش بوكس. لا تيلا. انتي اسمك لانش بوكس؟ يا. يوم رح نسوي ثلاثة لانش بوكس بثلاث الوان. يلا ميلا وبيرلا اختاروا اللون اللي رح تعملوا فيه لانش بوكس. واحدة بس. هاي رح تكون لميلا وبيرلا مع بعض رح يكونوا فريق واحد. باللون. باللون. الاحمر. واو. قصدك لك اوه. هلا دوري انا. تندرام. الله يستر الله يستر في لون بس ما يضل لي الي. باللون الابيض. مثل قلبك الابيض. الله عليك والله. سوي لانش بوكس. والله انا ولا مره عملت لانش بوكس باللون الابيض. اتوقع رح يكون تحدي جديد يعني. وضل اخر لون لحسام. تندرام. شوف قلت لنا رولا تعالوا نشوف. لا باللون الاصفر. ليش؟ حلو سهل سهل. مثل ما امبارح حطيتي مناكير اصفر. ورجيني مناكيرك. الله عليكم هي وبيرلا خلوني احط لهم مناكير اصفر. شوفوا كثير انا كان مان بتنا مناكير وبابا حتقول انه هي المره الماضيه عملت لانش بوكس اصفر صح؟ والله متذكره ذاكرتي قويه. قناتي كان الفيديو صح؟ وانت بنتي خرون. والله متذكره بتقول انه انا عملت اللون الاصفر. والله انا ماني متذكره. واو شو هالذاكره ما شاء الله. ذاكره الاطفال بالالعاب غير شكل. يلا ليتس جو ليتس جو. وين ليتس جو في طلعه؟ انا طلعت جبت الغراض. او ماي جاد. لا انا بعرف ما بعرف شيء باللون الابيض. يلا لك ليتس جو. وهدول الحصيله تبع لهم تشات بوكسات رولا وميلا وبيلا. فهلا كل واحد حيختار اللانش بوكس المفضل. اوكي يلا اختاري ميلا. اوه مين بتذكر هذا من وين جابته ميلا؟ مين بتذكر؟ من وين انا نسيت؟ من دبي. اي بس من وين وين كنا يعني ليش جبنا لها لانش بوكس؟ هي نقته. اي والله صح. هلا تذكرت كنت داخله على محل عم بشتري اغراض للبيت واخترت. هلا دور بيرلا. يلا نقي يا بيرلا. والله بدها تفكير القصه. هاي واو شكله كنت حاطه عينك على هاي. انا بحبك كثير. يلا رولا دورك. انا رح اختار بالعاده بختار هذا كثير بحبه بس رح اختار اليوم هذا تغيير شكل. اوه حلو. انا حاختار شيء ضخم وكبير فبدي هذا. اوه هذا كثير بيسع شغلات. بدي اعبيه واكل منه. وقبل ما نكمل لانش بوكس وتعرفوا مين اللي ربح فصل اعلاني سريع حابين نحكي لكم عن موقع شيئين. عامل اقوى التخفيضات لاخر السنه. تخفيضات شهر ديسمبر ورح تخلص بكره. بكره اخر يوم فلحقوا حالكم يا جماعه. في تخفيضات اكثر من 300,000 قطعه بموقع شيئين فروحوا هلا شيكوا اليوم اليوم قبل ما تخلص التخفيضات حتى تشوفوا اذا في شيء انتم عاجبكم او حاطينه بالسله ممكن تلحقوا هلا وتطلبوه. عليه تخفيضات كثير قويه. ومثل ما شايفين انا ورولا طلبنا قطع كثير حلوه مثل ما هلا عم تشوفوها. عن جد الكواليتي كثير حلوه وخاصه اللبس الشبابي. انا ما بعرف عنك رولا. انا اللبس اللي عم يجيني كثير كثير حابه ودائما طبعا لانه انا عم نقي لك اياه. طبعا هذا ذوقك لا غنى عنه يعني. والموديلات حلوه. انا بحب اكثر شيء عن شيئين انه الملابس ستايلش دوما في كل الاشكال اللي بتخطر على بالكم مانه مجرد انه شيء بيسك وساده يعني. صح. وهي القطعه لميلا كمان كثير حلوه وطلعت كيوت. وكمان كالعاده جبنا لكم كود خصم متفجر 15% من موقع شيئين. دوما تذكرونا واستخدموا كود الخصم تبعنا. وروابط القطع كلها اللي شفتوها هلا واكثر بكثير كمان بتلاقوها بصندوق الوصف. وشكرا شيئين لكم جزء من هذا الفيديو. وهلا خليكم مع الفيديو شوفوا كيف حنخسر رولا. اكيد انا رح خسرك. اوكي كنت عم جهز حالي وجيت لقيتهم لسه عم يختاروا ما خلصوا اختيارات تاخرنا. ميلا هي عم تنقي. قال هي فيها نقطه احمر معناتها بيصير. بيصير رايكم بيصير ولا لا؟ هدول طبعا زينه للاكلات اللي حنحطهم باللانش بوكس. نقيت الي باللون الابيض لقيت كثير شغلات باللون الابيض. طب انا وين؟ مالك انت؟ في ما لحقت حالك ما بديت متاخر. شو اعمل؟ انتوا عم تخونوني. لقينا شيء باللون الاصفر. هي عيونا صفر. هلا نحن الشباب بنشوف هذا اصفر، انت شو رايك؟ لا عم تمزح. اي اصفر. هذا بيج او برتقالي، بس يلا بنسامحك فيه، معلي حطه. يلا هيك كل واحد حط اشيائه باللانش بوكسه وعدته. خبى العده تبعه. خبينا العده يلا. وطلعنا يا جماعه كل واحد حيجيب اللانش بوكس بالوانه. ميلا انت شو اللون؟ لازم روز وبيرلا كمان روز. طيب ماما شو؟ ابيض. وبابا؟ خيل اصفر. جاهزين انتم حتصوتوا باخر الفيديو مين لانش بوكس الرابح ومين احلى شيء؟ السنة نغسل السيارة. ما شاء الله عليك ما بيخطر له يغسل السيارة غير وقت بنكون نحن طالعين ومتحمسين. ميلا انت حتربحي ولا انا؟
انا لا انا 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 هلا بنشوف بل هلا بنشوف هلا بنشوف اوكي شكله التحدي يا جماعه جاب فيه لعيب اجوا يلعبوا يلا معلش بل اسنا رولا حتروح هي تختار لونه معك 3 دقائق تختاري كل شيء باللون الابيض بسرعه 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 اول شيء شوفوا لقيت هون بسكوت باللون الابيض كله ابيض ابيض على شوكولاته بيضه شوفوا شو لقيت كيكه كامله باللون الابيض بس الفكره انه عم نعمل لانش بوكس ما حيمشي الحال شوفوا البوب كورن طبعا لونه ابيض انا عم باخذ افكار بالسوبر ماركت على فكره ماني مجهزه شيء بمخي ابدا ممنوع ليش تعمليه على ايدك ما حذرت والله بدي اخذ جاهز انت جيب جاهز اذا قدرت اوكي انت حتجيب جاهز يروني ما عليكم لانه عم لاقي شغلات كثير شوفوا اخذت بوب كورن اخذت توست ابيض حتى مكتوب عليه في اوه هذا الي صح شكرا هلا بدي اخذه واو بدك اياها اخني ايه بدي خذ اوكي يلا. خلصتوا يا هاي فايف اوكي شوفوا شو لقيت باللون الابيض لقيت ارنبيط او زهره بيضاء كمان عندكم الفطر لونه ابيض في البصل في الملفوف حاج واحد يعمل سلطه يعني سلطه لونها ابيض بس انا ما حاعمل سلطه حاعمل شيء ثاني اخذت بس هذا قررت بدل البوب كورن اللي اخذته لقيت بهذا القسم بوب كورن مالح فانا بفضل مالح اكثر من الحلو لذلك رح اخذ المالح اوكي جيت على قسم الجبنه طبعا الجبنه لونها اصفر بس في نوع معين من الجبنه لونه ابيض واللي هو جبنه الماعز دي تخصصي لجيبها شوفوا هي تجي ابيض ما بتجي صفراء مثل الباقيين اخذ جبنه دهن بيضه كمان هي جبنه كثير طيبه مع الخبز يس شوفوا عربيتي بلشت تصير كلها لونها ابيض وميلا عم تدور على اللون الاحمر وانا بهالاثناء لقيت الوافل الابيض تندرنا هاد كمان بيستخدموه هون بدل الخبز الله كله الوان شوفوا الابيض احتل المكان مبين والله لازم نخلطه احسن من فضحنا والله جاهزين تشوفوا شو جبنا غراض ايه واحد اثنين ثلاثة ميلا عم تقول انه هدول شلون رح يسعوا باللانش بوكس اه والله سؤال صعب سؤال قوي والله هلا حسام صرف بذكاء رح يعمل شغلات قال طبخات بمكونات موجودة بالبيت طبخات يعني انا بدي اكل بدي اشبع فهلا في مفاجآت رح تشوفون باللانش بوكس او بعد شوي وميلا وبيرلا مثل ما شفتوا اختاروا بطيخ احمر بندوره كرزيه فراوله لبن بالفراوله عصير جبنه هاي مرقنا لهم اياها هي جواتها ابيض بس مرقنا لهم اياها لانه بدهم اياها بحبوها شو يعني. اللون اللي اخترتيه؟ في حدا عم بسرق الاصفر ريد انا اخترت اللون الابيض مع انه كنت متوقعته كثير صعب بس لقيت كثير شغلات باللون الابيض لقيت الجبنه البيضاء والبوب كورن الزهره البيضاء وكمان بسكوت مارشميلو رايس وافل هذا كثير طيب بحبوه بناتي بس وكمان توست ابيض بس هلا كمان ما ححطهم على حالهم في افكار ببالي مثل حسام اربح عليه وتتصل انا لاحظت انه ميلا وبيرلا كل شيء جايبين تقريبا خضار وفواكه برافو عليكم برافو شاطره ميلا كله صحي انا كمان حسام شوف ما جبت كثير اكلات يعني عندي بس هاي الباقي كله صحي ما بصير شو هاد شوفي انا صحي شوفوا جبنه اناناس اوكي مين اول واحد يعمل لانش بوكس انا دائما انتم بتبلشوا بالاول خليني هالمره انا بلش طب شو رايك كل ياتنا مع بعض نشتغل باللانش بوكس يس موافق احسن يلا ليتس جو وهلا جدور الاكله المنتظره اللي حيفرحوا عليها كلياتهم اللي حتربحني هاي رح اضطر استخدم لها يا جماعه هاي طنجره النينجا تبعت رولا الله مكونات حسام كلها صفراء الزيت اصفر والبطاطا صفراء والملح اصفر
كله اصفر. كله اصفر. البيض ابيض ترى. لا قلبه اصفر. هلا بس ينقلها هيقلب اصفر. بس لازم تطبخها لما تعملها تطلع كلها صفراء ما بصير يطلع ابيض شيء. سويتكم اطيب وصرفت بطاطا بالتاريخ. ها كزبرة وتوم وحركات والله بدي شيء طيب مو بس لانش بوكس عادي. ما عم يعمل شو ما كان. حطوا التوم حاج ولا كمان؟ حاج كثرت كثير. اوه ماي جاد. هذا بحسه ما بيتوم بتوم. هاي البطاطا قلاها هون. يا سلام. اول شيء بنقلي الكزبره والثوم مع بعض شوي بصير احط هاي الحديده هالطول. لا ما بصيرك تجيب معلقه خشب حصرل. رولا شو عم تشتغلي فينا؟ ما حقول لك سر. اول شيء هذا اللانش بوكس الكيوت يلي رح استخدمه اليوم بتقلف من ثلاث طوابق. والله خسراني انت لانه هاي كيف حتزعل معك؟ ايوه والله شغله وسعها هاي. هلا بدبر حالي لا تخاف. وهلا انا رح احط الزهره تبعيتي بالاير فراير كمان منشان تنشوى شوي لانه بعدين حنحط عليها صوصات طيبه. وهلا انا حساعد بيرلا باللانش بوكس تبعيتها. اوكي انا كثير مهتم اعرف شو عم تعملي. يم. هي اقترحت انه نحط مربى فانا عجبتني الفكره. المربى لونه احمر صح بيرلا؟ انا كنت دخلت وبانا بعد أروح الدوفان لأنه أروح التاوس. عم تحكي لكم قصة حياتها. أنا بتروح على الروضة وبترجع على البيت. هاد لبيرلا. تفضلي ميلا. هلا ميلا بدها تزين لنا اللانش بوكس. لا يخلو الامر من اللمسات الانثويه. والله بتعرف تزين اكثر مني. يا سلام. واو انت عملتي كل اللي عملته. هي حطت لحالها كل شيء. كثير حلو. هاد احول لجوا هاد احول لبرا ما شاء الله. ها ما تضحك على رسمتنا. بس هدول العيون بتاكلوا. انا ايه. مجرد شكل سكر. هلا بدي اسوي لك رولا شيء كثير خطير. هاي حنحولها ل هلا بنشوف. يلا يلا طيب يلا اوكي. وهلا حنحط لها عيون والمفروض تكونوا حزرتوا. شو هي رولا حزرتي؟ انا بلشت احزر. هذا الشكل اللي طلع يعني شوي شوي بلشت احزر. بالله هي شلون ابداعاتي. والله ابداع. الله من وين جبتن هذول العيون بالله؟ من وين سرقتن؟ انا اشتريتهم. واو اوكي حزر رولا. شو هاد؟ هاد اتوقع ايه؟ مع انه مو كثير قريب منه بس سبونج بوب. يس صح؟ تربحي تاكليها منه. الله عليك. انا حزرت من لما بلشت اعمل الجبنه هيك تفرغها. الله حتم هذا سبونج بوب معوق شوي. والله ابداع. لما حسام يبدع ما حدا يفوت المطبخ من بعدك. لسه ما خلصت رولا. يلا ورجينا شو الضل. يلا انتورا وينك وينك ما عم لاقيك. هون. واو والله حلوة. سمايلي فيس. برافو عليكي برافو. هزا بشرب سيجارة اطلع. عم دخن والله. Thank you.
الله على الكارثة اللي صارت بالمطبخ. شوفوا يا جماعة، شوفوا 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 المطبخ كله قام وما قعد. او ماي جاد، شو عملتوا لي بالمطبخ انتوا؟ شو عملتوا؟ عم تضحكوا هو، عم تضحكوا. اوكي، ومثل ما شفتوا يا جماعه صراحه شيء بيفتح النفس، كله حلو كله حلو. اي عن جد. بس هلا رح نعمل شغله، رح نخلي كل واحد يصوت مين شايف اللانش بوكس احلى، بشرط ما يصوت لحاله. ما يصوت لحاله صح. وكمان انتوا بعد ما شفتوا الوان اللانش بوكس اللي عملناهم لازم تصوتوا اي واحد ربح واي واحد عمل احلى لانش بوكس. بالعاده دوما بيصوتوا لمين، لو بيرلا او الي، فلنشوف هالمره اذا حيصوتوا لحسام بما انه عمل لانش بوكس السبونج بوب. انا عملت ثيم السنو مان، خبرتينا والله سنو مان وعليه جزره ومعه المارشميلو، هي على اساس ثلجات حلو. عليه هون ثلج سنو وهذا سنو مان، وهون حطيت بيضه باللون الابيض وبوب كورن وجبنه بيضه وزهره بيضه، والمشروب طبعا حليب، وعندي هدول البسكوتات، وكان احلى لانش بوكس بالنسبه لي. واو صراحه حلو. بس خلي التصويت للاخير هلا. ما بعرف احكي ميلا وبيرلا، شو عملتوا لنا ميلا وبيرلا؟ احكي لي. شراولا يا بندورة، وهاي ماتملو يا فلافلات جبنه. يعني تعذبتي فيهم كثير صح؟ كثير صعبه. لا صعبه والله، والله صعبه. مزبوط ميلا لازم تصوتوا لها. لازم. اما بيرلا خانو شو عملتي لنا؟ مربى بس على شكل شو هدول الاشكال حسام؟ شو نسميهم؟ ضفادع البحر. وعم بيدخنوا كمان حاطين سيجاره. شيء مدخن. احلى لانش بوكس بالعالم. الله عليك. الكاميرا بمقلوب حتى تخسريني. والله بدي احكي لك. اوكي هون حطيت بيض مع بطاطا، مفركت البيض والبطاطا، هي كثير طيبه مغذيه احسن من كل هالحكي الفاضي ما بشبع، هي بتشبع. وهون عملت ثيم السبونج بوب. الله والله هي قويه منك، ما توقعتك تعمل هيك. موزه، فلفله، واناناس. شيبس يعني هي مضره شوي. هي برتقاليه انا بنظري. لا، هي برتقاليه ولا صفراء؟ صفرة. الله عليكي. برتقالية ولا صفرة؟ صفرة. وهون في عصير الموز، تخيلوا هذا عصير موز حقيقي. وهيك صار عندنا ثلاث الوان لانش بوكس، شو برايكم اي احلى واحد؟ صوتوا لنا يا جماعة، صوتوا لنا. الابيض لانه الحياة بيضاء. هلا دور نحن نصوت، جاهزين؟ ياه. هلا حنسال بيرلا اي واحد احلى، بيرلا اصفر ولا ابيض ولا احمر، اي واحد احلى؟ غريتها بالمارشميلو انا. وهلا حنسال ميلا، ميلا احمر ولا ابيض ولا اصفر؟ هاي. انا رح صوت للون الاحمر. يلا انت اي واحد رح تصوت؟ ما بحق لي حتى صوت لي، تخيل يا جماعه انا صفر اصوات حرفيا. رح صوت للابيض لانه بيستاهل. بصراحه استحقي الفوز، بس هذا الشيء لا ياثر على حكمكم انتو. يا والله ما انتبهت خلص المارشميلو، انا عم بقول لك عم صوتوا لي مصلحه طلع. والله انا شايفه كلكم بلشتوا تاكلوا اللانش بوكس تبعيتي، لانه كثير فيها مغريات. وبعد دقيقتين يا جماعه النتيجه انه اللانش بوكس الابيض تقريبا خلص. بلشنا بالاصفر. وبلشنا بالاصفر. طيب الاي بيضة. بعد ما خلصنا اكل وشلنا كل شيء بلشت فعاليات السهره. شوفوا شفنا كل الالعاب، التاتو ستيشن اللي عندنا. واو ضحكوا علينا، المفروض هدول كلهم يجيب قلبهم جلتر، اجى بس وحده. شوفوا شوفوا وريهم التاتو تبعيتك. بيرلا ورجيهم شو حطيتي انت، شو اسمها هاي؟ ليتل ستار. المهم عم نصور لكم كل الفعاليات على سناب شات، فروحوا تابعونا هنيك حتى تشوفوا كل اجواء اجواء السهره كلها على السناب. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، وانتظروا فيديوهات كثير حلوه. هلا صار لازم اودعكم، بحبكم كثير. باي.